بهذا الفيديو رح نكفي بشابيتر ريكسون شيميك للكلاس سيكوند. ديجا شفنا الفرق بين ترانسفورماسيون فيزيك وترانسفورماسيون شيميك، كمان عرفنا انه في سيني لريكسون شيميك سبق وذكرناها، واشتغلنا ابليكاسيون لنعرف كيف نميز الرياكتيف عن البرودوي وكيف نكتب السيني. بعدين حكينا انه اون جنرال لما بحكي عن اكواسيون انا عندي رياكتيف اللي بحطهم بالاول وبحصل على البرودوي، كل شيء بحطه بالاول بحطه قبل الفلاش، كل شيء بحصل عليه بحطه بعد الفلاش. بالنسبه للاكواسيون قلنا في عندنا تروا فورم، في عندي الاكواسيون نومينال. كيف يعني اكواسيون نومينال؟ يعني اكواسيون امو، يعني هيدول الرياكتيف بكتبهم باسمائهم. بينما نفس الشيء للبرودوي اكيد، بينما الاكواسيون شيميك، الاكواسيون شيميك نو اكليبري، يعني انا بحط مش رياكتيف باسمه، بكتب بالسامبول اللي له. شو الاختصار؟ مثلا اذا انا عندي او بحط H2O، ما بحط او. نفس الشيء بالبرودوي، والاكواسيون شيميك اكليبري هي نفس النو اكليبري، بس بفرق واحد انه انا هون عم بعمل اكليبر. شو يعني اكليبر؟ يعني انا هون بهمني شوف لكل اليمو قد ايه العدد بالرياكتيف لازم يكون هو نفسه بالبرودوي، واذا منه نفسه بحاول اضرب بشكل يكونه ايجو. ليه؟ لانه انا دائما في عندي الاكيليبر، يعني دائما في عندنا حسب الواد لافوازيه في عندي كونسرفاسيون للماتير، نفس الاليمو حيكونوا برياكتيف وبالبرودوي، ونفس عددهم حيكون برياكتيف وبالبرودوي. وهيدي الاكواسيون شيميك اكيليبري هي بنسميها اكواسيون بيلون، وهي اللي بيعتمد عليها كل الكالكول تبع الرياكسيون شيميك اللي رح نشوفه خلال هيدا الشابتر. دونك رح نحكي لكان عن الاكواسيون. قلنا نحن الرياكتيف بدي حطهم بالاساس قبل الفلاش، بيناتهم بحط بلس معناتهم رياجي، يعني هن عم يتفاعلوا سوا. الفلاش معناته بور دوني بور فورمي ليعطوني هدول البرودوي، وكمان بيناتهم بلس. بلس هون معناتها اي او افيك، يعني عم تعطيني هاي البرودوي مع هيدا البرودوي. هلا رح نشتغل ابلكيشن كرمال نقدر نشوف فعليا كيف انا بطلع رياكتيف، كيف بطلع البرودوي، كيف بطلع السيني من خلال الدوني. هاي اللي نحن اشتغلناها بالابلكيشن اللي قبل، طلعنا رياكتيف والبرودوي والسيني. في له كمالي هو انه انا كيف بدي اقدر اكتب الاكواسيون. رح اذكركم بالابلكيشن اللي ديجا اشتغلناه اللي بالفيديو السابق، هو هيدا انا من خلال التكست طلعت الرياكتيف والبرودوي. هلا اذا انتم معكم ايون لهدول او معكم التكست وبكون تكتبوا اكواسيون، شو يعني اكواسيون؟ بدي احط رياكتيف حد بعض بيناتهم بلس، برجع بحط فلاش، بحط البرودوي بين بعض، بحط بيناتهم بلس. هلا اذا قال لي اكواسيون نومينال بحطهم بالاسماء، اذا قال لي اكواسيون شيميك نو اكليبري شو بحطهم؟ بحطهم بالسامبل، وهذا اللي فعليا نحن راح نشتغله. دونك اول شيء انا في عندي كان بالرياكسيون كان عندي اسيد كلوريدريك مع سلفير دو فير، اعطى كلورير دو فير وسلفير هيدروجين، فنحن حطيناه هون بالاسماء لانه هو بده الاكواسيون نومينال بالاول. طيب اذا انا هلا بدي اشتغل الاكواسيون الثانيه اللي هي الاكواسيون شيميك بس نو اكيليبري، بيجي بحط شو السامبول تبع الاسيد كلوريدريك؟ هو الاش سي ال، بكتب اش سي ال. سلفير دو فير اف اس، بكتب اف اس. كلورور دفار اف اس ال 2، سلفور هيدروجين هو الاش 2 اس، وبالتالي هو عطينا ايون كلهم بس نحن عم نرتبهم. طيب اذا اجى قال لي بدي الاكواسيون شيميك مالنا انه اكليبري، بدي الاكليبري، يعني شو معنى اكليبري؟ يعني كل اليمون بدي اروح فتش عليه بالرياكتيف شوف قد ايه، مثلا الهيدروجين هون قد ايه عددها؟ في عندي هون هيدروجين؟ لا، بيجي للبرودوي، هون ما عندي هيدروجين، هون عندي دو هيدروجين. فبدي اشوف قد ايه لازم اضرب هون ليصيروا 2 ب 2، دونك اون فا ملتيبليي ايسي لا بار 2، دونك اون 2 اتوم، 2 اتوم هيدروجين، وبالتالي صار الهيدروجين اكيليبري، يعني هو نفسه بالرياكتيف وبالبرودوي. طب اذا بدي اجي اشوف السائل قد ايه عدده للسائل؟ هلا هون الانديس يعني هو واحد، بس انا ضاربه باثنين، يعني صار هيدا الكوفيسيون بيكون لكلهم، لهدول كلهم مش بس للاش. انا صح ضربته للاش بس الاش حد سائل، يعني هو 2 للكل. طب انا عندي 2 سائل، بيجي هون قد ايه عندي؟ عندي 2 سائل، دونك السائل اكليبري. بيجي للاف اي قد ايه عندي؟ الاف اي عددها ا، قد ايه عندي الاف اي هون؟ عددها ا، دونك الاف اي كمان اكليبري. بيجي للاس عندي هون ا وهون عندي ا كمان اكليبري، يعني نفس العدد.
وبالتالي من كل هيدا اللي اشتغلناه لحولها من اكواسيون شيميك نو اكيليبري لاكيليبري، بس ضربت هون بيدي يعني صار كل العدد قبل وبعد هو نفسه. هيدي الاكواسيون بيلون بتكتبوا اول شيء الاكواسيون شيميك نو اكيليبري، بترجعوا بتحاولوا تضربوا لتصير اكيليبري بتطلع هاي هي. بدي كفي بالاكزامبل الثاني اللي كنا اخذناه عن الغاز دو بيتان، قلنا سبق وشفناه بالفيديو اللي قبل، حطينا بيتان مع ديوكسيجين اعطاني او بلس ديوكسيد دو كربون. انا بدي احاول اعمل اكي اول شيء اكواسيون شيميك نو اكيليبري بعدين الاكيليبري. لاكتب الاكواسيون شيميك نو اكيليبري بحط الفورميلا لكل وحده، هو كان عاطيني انه البيتان هي سي 4 اش 10، وبالتالي انا شو بجي بحط محل البيتان سي 4 اش 10. بالنسبة للديوكسيجين لو ما عطاني إياها أنا بعرف إنه الديوكسيجين هو O2 فمنكتب O2. هاي دول لشو بدون يتحولوا؟ بدون يعطوني الO، الO اللي هي H2O، وبدون يعطوني كمان ديوكسيد دو كربون. هلا أنا هون شو بكون عملت فعليا؟ كتبت أي إكواسيون؟ كتبت الإكواسيون إكيليبري أو نو إكيليبري، أكيد نو إكيليبري لأنه أنا ما طلعت بقدي عددهم مريتي في البرودوي، بس كل اللي اشتغلته كنت عم حاول اكتب السامبول. طيب من هون انا بدي اجي اكتب الاكيليبري، برجع بكتبها هاي اللي انا عندي اياها بدي اخليها بلون، بيجي بشوف برياكتيف والبرودوي شو في عندي. مثلا هون الكربون قد ايه عددهم؟ 4. هون قد ايه؟ ليش قلنا نحن الانديس بس بيكون للرقم الاليمون اللي قبله مش للكل. دونك انا عندي قد ايه لازم اضرب ب 4، وبالتالي صار عندي 4 كربون 4 كربون، هيدا اكيليبري. هاي بالنسبة للأولى. بيجي للأش، عندي ديس هيدروجين، هي ديس أش. طيب هون قد ايه عندي 2؟ قد ايه بدي اضربه ليصير ديس إذا أنا عندي 2؟ دونك اون فامولتيبليي بار 5. ليه؟ لأنه 5 فوا 2 شو بصير؟ بصير 10، وبالتالي بصير عندي 10 هيدروجين برياكتيف و10 بالبرودوي بتصير الهيدروجين اكيليبري. دونك ضربت هون بأربعة وهون بخمسة. شو اللي بقى عندي فعليا؟ الاكسجين. هون الاكسجين بكون تنتبهوا لي شوي. انا عندي هون الاكسجين عندي 2. بالنسبة للاكسجين هون هو بالاساس كان 2 صح، بس 2 ملتبليه بار 4. قلت انا لما بضرب الكوفيسون هذا بصير للكل لكل السي او 2. دونك صار انا عندي هون ويت اكسجين، وهون هو كان بس انا ضاربه بقد ايه ب 5. من هون لهون قد ايه صار عندي اكسجين بالبرودوي؟ بجمع ويت بلس 5 بيطلع عندي 13. طيب بيجي انا لهون بقول هون عندي 2 او بس هون عندي 13 او، شو الرقم اللي بدي اضربه بده ليصير 13؟ بكل بساطة بس يكون عندكم انتو هون دي وهون في عندي رقم امبير، ما رح تلاقوا شيء هين عليكم، يعني شيء رقم بكون تضربوا بفراكسيون. يعني انا هون لازم اضرب بشو؟ بتريز سير دي ليصير الجواب شو؟ تريز. دايما بس يكون في عندكم امبير بتعملوا فراكسيون، يعني بتحطوا الرقم تحت هيدا اللي انا عندي اياه وبحطوا الرقم اللي انا بدي اياه فوق. دونك بيجي انا بقول هون بدي اضرب بفراكسيون اللي هو تريز سير، وبالتالي كون انا عملت هيدول تريسيرتي. هلا هون انا بفضل انه ما يبقى في عندي فراكسيون، يعني انا هاي لازم اتخلص من تريسيرتي. فشو بيجي بدي اعمل يصير شكلها ظابط؟ بضرب هيدي كلها، مش انا عندي تريسيرتي وبدي اتخلص من الدو. اذا انتم عندكم هون تريز سير دو وبكون تتخلصوا من الدي، شو بتجوا بتعملوا؟ بتضربوا بدي، بس اكيد انا ما فيني بس اضرب وحده بدي، بدي اضرب الاكواسيون كلها بدي. يعني والرقم اللي بكون تضربوه بتحطوه هون قبل الفورميل. يعني فعليا هون حيصير عندي دي سي 4 اش 10 بلس 13 او 2، هون كمان 2 فوا 4 حيصير عندي 8، و2 فوا 5 حيصير عندي 10 اش 2 او. يعني فعليا حتصير هيك هي الاكواسيون. دونك من هون لهون بس انا شلت الفراكسيون، شو عملت؟ حولته لكوفيسيون. يعني هيدا هن كلهم كوفيسيون، بس انا هون بدي اتخلص من دو فبضربها كلها بدي. وانتو وين بتضربوا؟ مش بتضربوا هون جوا، بتضربوا من برا. هيدا الرقم بدي وهيدا الرقم بدي وهيدا كله الكوفيسيون بدي. هول الارقام اللي موجودين قدام الاليمون هن بسميهم
كوفيسون، هيدا كان ان دو فوا دو، وبالتالي حصلت على ايكواسيون اكيليبري. هاي بالنسبه للاكيليبر كيف انا بحولها لايكواسيون اكيليبري. رح نشتغل كمان سوا كم ايكواسيون كرمال تكونوا قادرين تشتغلوهن منيح، تصيروا تعرفوا تشتغلوا. هون انا حاطه مجموعه ايكواسيون، رح اختار كم ايكواسيون ورح نحاول سوا نعمل اكيليبر. دونك هن ايكواسيون شيميك نو اكيليبري، انا بس بدي احولهم لايكواسيون اكيليبري، يعني بدي اشوف الالمو قد ايه عددهم هون وقد ايه بالبرودوي وقارن واضرب. الالومنيوم هون عندي واحد، هون شوف الانديس دو، يعني عندي دو الومنيوم، وبالتالي قد ايه لازم اضرب انا هون لتصير هي اكيليبري. دونك الفو ملتيبليي بار دو، رح نحاول نشتغلها بلون تاني ليبين عندكم الفرق. دونك هون انا عندي دو ال، صار عندي دو ال وهون دو ال. بجي للاس، قد ايه عندي بالرياكتيف اس؟ في عندي وحده وهون تروى، لانه الانديس اللي لها هو تروى وهون ما في كوفيسيون. دونك تروى اس، يعني قد ايه لازم اضرب هون ليصير تروى؟ هي ام بالاساس بضربها ب تروى. دونك كمان هون بكون انا ضربت ب تروى، بصير عندي 2 ال 2 ال، تروى اس تروى اس، صارت اكيليبري. رح نيجي نشتغل هاي تاني ايكواسيون. انا بالنسبه للازوت هون في عندي 2 ان، بينما هون قد ايه عند الان وحده لانه ما عندها انديس هون، يعني الانديس هو ان اذا ما كان موجود. دونك فقد ايه لازم اضرب هون؟ لازم اضرب ب 2، صار عندي 2 ان 2 ان. طيب بيجي للهيدروجين، قد ايه عندي هون الهيدروجين؟ هذا الهيدروجين، الهيدروجين هون 2، بينما هون اللي انا عندي اياه هو بالاساس كان 3 بس انا ضربت بدي، قد ايش صار؟ صار 6. دونك انا هون عندي اياه 6 هون عندي اياه 2، شو هو الرقم اللي بدي اضربه بدي ليصير 6؟ هو 3، بحط 3. دونك صار عندي 2 ان 2 ان، 3 فوا 2 6H، 2 فوا 3 6H، صارت هيدي اكيليبري. رح اشتغل بعد انوتر ايكواسيون، مثلا رح نختار بطريقة عشوائية لأفترض أنا بدي أخد هيدي الايكواسيون CH4 plus O2 دون CO plus H2. أول شي ببلش بالC، عندي هوني وحدة C هوني وحدة C، دونك C اكيليبري. بيجي للإيدروجين، قد ايه عندي كم هيدروجين هون؟ كان عندي 4H. طيب قد ايه عندي بالبرودوي؟ عندي 2H. دونك قد ايه هو الرقم اللي بدي اضربه ب دي ليصير 4؟ هو 2 فوا 2. دونك صار عندي هون 4H وهون عندي 4H. بعدين بوصل للاكسجين، هون الاكسجين في انا عندي 2 اكسجين، بينما هون كم عندي اكسجين؟ عندي وحدة، وبالتالي انا قد ايه لازم اضرب بالوحدة لتصير 2؟ بدي اضرب هون ب 2. ليش؟ لانه اذا ضربت هون ب 2 صار عندي 2 اكسجين. طب بهيدي الحالة كمان صار عندي 2 اكسجين، بس بدي انتبه لشغلة انه انا بالاساس كان عندي C وحدة، لما ضربت ب 2 صار عندي 2 كربون، يعني هيدا الكربون تغير. اذا هون صار 2 C، يعني هون قد ايه لازم ارجع اعمل؟ هون كانت وحدة صارت 2، يعني كمان هون الفو ملتيبليي بار 2. لحافظ على الاكيليبر بدي اتاكد منهم كلهم. دونك صار عندي 2 سي 2 او 2 او. شو الشغله اللي بعد بكون تنتبهوا لها؟ هي هاي الهيدروجين، انتم الهيدروجين هون صار عندكم 4 فوا دي 8، بينما هون عندكم 4، يعني هيدا الرقم اللي انا كان عندي اياه بدي غيره. ليه؟ لانه في شيء تغير فيها لهيدي الاكواسيون. دونك 2 فوا 4 8، يعني شو الرقم اللي بده اضربه بدي ليصير 8؟ كمان هو 4، وبالتالي صار عندي 2 فوا 4 8، 4 فوا 2 8.